لقد سقطت جميع الأقنعة عندما يعقد مؤتمر تحت عنوان صفقة القرن، والهدف منه أن يباع وطن وأن تباع بلد وأن تباع أرض بهذه الطريقة الفجة، وتتم المحاولة لتكون ثقافة دولية وعالمية جديدة أن تغتصب الأوطان وأن تعقد لها المؤتمرات وتحشد بهذه الطريقة لبيع هذه الأوطان. نقول فلسطين أرض عربية إسلامية، وستظل فلسطين من شمالها إلى جنوبها أرضا مقدسة في العالم الإسلامي، بيت المقدس هناك، أهل فلسطين أهلنا هناك، فلسطين ليست للبيع وستبقى أرض فلسطين للفلسطينيين.